على بعد 34 كيلومترا شرق ولاية البليدة تقع مدينة حمملوان. هذه القرية الساحرة والهادئة باتت ملجأ لآلاف العائلات الجزائرية الباحثة عن الراحة والاستجمام بين أحضان الطبيعة العذراء وبعيدا عن ضجيج الشواطئ المزدحمة. كل حال راني سايح من باب الزوار، جب داري وفاميليا من نار، أنا هنا نعوم في حمملوان. بعيدا عن صخب المدينة وحيث تلتقي روعة الجبل والمياه، يجعلك حمملوان تغوص في رحاب النكهة الريفية، ليتراءى لك الأطفال يتراقصون كالفراش بين خيم القصب المنتشرة بضفتي النهر، يصنعون من كل شيء فرحة ويجدون متعة ما بعدها متعة في مداعبة مياه الوادي. جينا حمملوان هنايا، راهي شابة الحالة كما راهي، كما رانا نقول لكم راهي حالة راهي هايلة. إذن تبقى حمملوان هذه المنطقة الجميلة والمريحة ملجأ للمرغمين بسحر الجبال والوديان العذبة، خاصة مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة هذه الأيام.